صباح النور وصباح الخير وصباح الخيرات، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم على خير وبخير وتكونوا فرحانين. عواشركم مبروكه يا ربي بالفرحه وبالصحه وطول العمر، واللي كيتمنى شي امنيه الله يحققها ليها او اللي كيتمنى شي امنيه الله يحققها له ان شاء الله. اللي بغات الاولاد الله يعطيهم ليها، اللي بغات النجاح الله ينجحها، اللي بغات الزواج الله يزوجها، اللي بغى الصحه الله يعطيه الصحه، الله يجعل ربي يفرح كل واحد. مهم انا وجدت معكم واحد الصلصه ديال الطماطم، واحد لاصوص طوماط اللي زوينه هي غادي تنفعكم حتى لاخر لحظه. وجدت معكم 60 ميني بيتزا اللي تقدري حتى لاخر لحظه، مثلا بغيتي تزيدي البيتزا ولا بغيتي يجي عندك شي واحد وبغيتي تزيدي تعمري الطبله جبديهم دغيا دغيا ديكونجلا. وهاد الصلصه هذيك اللي كتبقى، هاد لاصوص هذيك كتبقى غير في الثلاجه صافي، ودهني بها كتنفع البيتزا، كتنفع لي بات، كتنفع بزاف ديال الحوايج. هاد لاباط هادي جديده جديده البنات، تبعوا هاد الوصفه وديروها وغادي تعجبكم، اكيد غادي تعجبكم. دونك شنو نقول لكم، كنكون فرحانه فهاد الشهر هذا. انا من داك النوع اللي كيعجبني رمضان، رمضان بالنسبه ليا شي حاجه، كيعجبني رمضان، كيعجبني الاجواء ديالو، كيعجبني العيد ديالو، كنكون فرحانه، كنبغي دائما نفرح ونوجد طبيله، نبقى نوجد. ولكن هذا العام هذا قلت لكم ان شاء الله غادي نمشي شويه بشويه بلا ما نبقى نفرسي على راسي. مهم كيعجبوني بحال هذا العيد صراحه، مثلا العيد كيعجبوني انا الا العيد الكبير، العيد الكبير يا ربي تسمح لي، حيت انا ما كناكلوش الغنمي وولادي حتى هما جاوا بحالي ما كياكلوش، ما كيعجبناش صراحه، ما كيعجبنيش انا العيد. العيد الكبير زعما ما عنديش معاه بزاف، ولكن هذا العيد هذا اللي داز الحمد لله تذبح لحولي، ما تذبحش في داري، يعني تذبح على برا. وملي جا يعني تفكيت من الذبيحه، تفكيت من الروينه، تفكيت من الصداع، وملي جا كله صدقته في سبيل الله، واخا ما خصناش نقولوها من هنايا، ولكن المهم انا دابا غير جاوبت الهضره وقلت لكم صدقته، ما طيبته ما والو، تهنيت، ما حسيتش بالعيد هذا العام اكثر يا من وراه سافرت، يعني ما حسيتش به كاع. والعيد الصغير كنت عيانه، كان ضربني البرد، العيد ميلود واقيله كان ضربني البرد، ما حسيتش به والو نهائيا. وان شاء الله هذا العيد هذا نحسو به ونديرو اجواء ونديرو دوك الطقوس، ما كاين محسن من هذه الاجواء ديال رمضان وديال العيد والجماعه واللمه، داكشي علاش البارح كنت كندور هكذا في الغاليري وانا نلقى دوك الفيديوهات ما حطيتهمش لكم، حيت اغلبيه ديال الفلوغات والفيديوهات كنصور نصور نصور وما كنحطش، وانا نبغي نتقاسمهم معكم. فشفتهم عرفتي عجبني الحال وفرحت وقلت واو رمضان كي كيدوز. ايوا صافي، الله يخلي لكل واحد والديه وخوته وهانتوما معايا. عرفتي شنو، بلا ما نكثر عليكم الهضره بركه، يلا بيزويات. هنا البنات باش نبداو غادي ناخذ ثلاثه الكيسان ديال المدافي، ثلاثه ديال الكويسات ديال المدافي. مهم القياس اللي درتو د العنبه، انا ما درتش العنبه، درت هذوك غير منهم ثلاثه الكيسان، ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف، يكون دافي من الاحسن باش يتفاعلوا لي داك المقاه ديال الخميره والسنيده، حيت هذوك هما هاد المرحله الاولى هي نصف نجاح لاباط. هاد لاباطا بيتزا النجاح ديالها باش تنجح ليك ضروري خصك دير هاد المرحله، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره ديال السنيده، الا عندك نيدو ديريه، دير واحد جوج معالقات، انا ما عنديش ما درتوش، كاس لا روب ديال زيت البلديه، زيت البلديه كتعطيها واحد اللذه وزوينه زوينه زوينه. الزعتر غادي ديري القياس اللي كيعجبك، كل واحد والذوق ديالو، المهم انا كيعجبني راني درتو بالزايد صافي. غادي نزيد عليهم ثلاثه الكيسان ديال الفورس، الدقيق الابيض كيف ما كنقولوا. دونك هنايا انا زدت عليهم ثلاثه الكيسان ديال الفورس مع ثلاثه الكيسان ديال الماء دافي، وغادي نسد عليهم ونخليهم يتفاعلوا. غادي نغطي عليهم واحد الفيلم اليمونتير ونخليهم، مهم تقدر تخليهم ربع ساعه حتى نص ساعه، خليهم ملي تجي غادي نوريك الطريقه اللي غنوريك كيفاش غتلقاي لاباط، ديك الساعات راه غتعرفي انها صدقات معاك. ها هي هنايا صافي، دابا غادي نغطيها ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. المهم البنات هاد العجينه هادي غادي تصدق معاكم مليون في المية، واقتصاديا راه خرجوا ليا 60 حبه، تخيلي هاد القياس اللي قلت لك خرج ليا 60 حبه، يعني راه تبارك الله. المهم هنا غطيتها وخليتها كيف ما قلت لكم، من بعد ما رجعت ليها غادي نلقاها ولات العجينه ديالها بحال داك الشكل البغرير،
هيا شوفوها خاطره ولات، شفتوا دوك الفقاعات انها تفعلت لي العجينه. هنا غادي نزيد واحد جوج كيسان نفس العبار ديال فينو، ها هما يا غادي نزيد جوج كيسان ديال فينو، وغادي نزيد من بعدهم جوج كيسان ونص ديال الفورس اللي هو الدقيق الابيض والملح بطبيعه الحال. انا هزات لي هاد القياس هذا، كل واحد والحسب النوعيه ديال الفورس اللي غادي يدير او فينو اللي غادي يدير. دونك ثلاثه كيسان ديال الماء، ثلاثه كيسان ديال الفورس، من بعد ما كتفاعل كنديروا جوج كيسان ديال فينو وجوج كيسان ونص ديال الفورس. صافي غادي نديها غير شويه ونجيبها شويه ماشي بزاف، وغادي غادي ندلكها هكا واحد شويه. انت اللي عندك العجانه ديري العجانه، كل واحد وشنو كيبغي، كاين اللي كتبغي دلك بيديها، كاين اللي كتبغي العجانه، كل وحده. وهذا صافي دلكيها وقسمتها على اربعه، وغنخليكم مع الصور بلا ما نبقى نكثر عليكم الهضره. قطعتها على اربعه بديت كنطلق، كل كره تقريبا دارت لي 10. وهذيك الشياطه هي اللي خرجت لي هذيك العشرين حبه التاليه. هنا راني ما احتاجيت ندير لا ايديالا والو، في الاول كنديرها غير هذيك المعلقه ديال الخشب حركت بها حتى بدات شي شويه العجينه كتستعصع لي انني نحركها بمعلقه، عاد حطيتها ودلكتها واحد شويه. فهمتوا البنات؟ يعني في الاول ما كتحتاجيش نهائيا تحركي زعما بيديك، حركي غير بمعلقه ولا سباتيول، كل واحد باش يعجبو. صافي ولكن العجينه راها عرفتي شنو طالقه راسها، رطبه وفي ملحتيها كتلاح مسكينه ديك العجينه. الطريقه ديالها رطيبه 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 رطيبه، خساره خساره التصوير ما كيكونش بحال الواقع والله العظيم. عتير رطيبه وكترطق غير بوحدها وخفيفه خفيفه بزاف. انا نوريكم هنايا. صافي هنا قسمتها طلقتها، من بعد ما دغيا دغيا مباشره ما كتخليها ترتاح لا والو، طلقتها بقيت كنتكها بالفوكشيط وقطعتها بواحد المهم تي عندك زلافه كاس كل واحد وشنو عنده. طلقتها انايا وقطعتها هكذاك دويورات وخشيتها في الفران، شعلت عليها نص طيبتها نص طيبه وخرجتها. انا غادي نوريها لكم اللي تخرج، ومن تما درت توجدت معكم واحد صوص طوماط اللي ناجحه مليار في المية وزويونه، وكتعجبني انا بحال ديك صوص طوماط اللي كنشريو، ماشي داك مع هاد كيسميتها سوليس ولا والله ما عرفت. مهم هاد لاصوص طوماط هادي اللي غنصاوب معاكم الجديده الجديده، بحال دوك لي صوص طوماط اللي كيكونوا زعما جوده عاليه. فوالا انا عرفت نهضر. بنينه والجديده والمنظر ديالها غزال وسهله وصراحه زوينه زوينه بزاف هذيك لاصوص طوماط اللي غنصاوب معاكم. صافي هنا راني كنوريكم شنو درت بلا ما نطول عليكم، وبقيت كنطلق العجينه دغيا دغيا كنلعب معاها ومدوزه واحد واحد هذا هذاك الشيء علاش حيد لكم الصوت. كنت مدوزه واحد لافيل مع ماما واختي، كنضحكوا كنهضروا وفي نفس الوقت كنصور لكم نتوما من تليفون اخر. ايوا صافي ما حسيت براسي حتى لقيت راسي ساليتها دغيا دغيا صراحه. حيدوا عليكم العجز، ايوا ما تشريوها هكا من الزنقه، الحاجه ديال الدار كتكون نقيه وكتكون زوينه وكتكوني كتصاوبي داك الشيء بحب لوليداتك. دونك هنا اللي خرجت لي 60 حبه، حسبوا معايا واقيلا 60 قل شي حاجه، لان الصف الاخر فيه 9 ما فيهش 10. ايوا تبارك الله 60 حبه يا اختي يا اختي يا اختي على الحداقه. ايوا نتوما اللي تقولوا لي ما حادقاش، نضحك معكم البنات. نتوما هادشي ساهل، خص غير الخاطر، الكوزينه خصها الخاطر. ملي ما كيكونش عندك الخاطر راه ما تقدريش تعطي، ما تقدريش طيبي، ما تقدريش تدخلي ليها. وملي كتكون لقانه وكيكون هكذا الخاطر وكتكوني مهدنه ما تقدري تعطي انتيا. يا هادشي هذا الله يرزق غير الصحه ولهنا. ايوا ندوزو نوجدو صوص طوماط. هنا عندي مطيشه بجلوفه، حيت لا غير ديك النباته اللي كيقولوها النباته، انتوما زرعتها بكلشي لا بجلوفها بكلشي لا، قطعتها على اربعه ودرت واحد نص بصله صغيره. البصله راه كتبننها البنات. وهنا درت فلفله حمراء، فلفله حمراء راه كتعطيها اللذه والنكهه زعما كتعطيها اللون. عرفتي الفلفله الحمراء راه كتضيف بزاف بالنسبه لهاد الصلصه هادي. تما عندي ورق ديال سيدنا موسى، وانا كندير معاكم غادي ندير هاد الشيء هذا كيتسلق. هنا الزعتر حكيت شي شويه ديال الزعتر، وغادي ندير الثومه بودره. تقدري ديري انتيها هكاك في صوص ديال الثومه، انا جو بريفير ندير غير هكذا الثومه بودره. صافي ها هو هنا درت عليها الماء وداتها كتسلق. من بعد ما تسلق البنات غطحنوا هادشي كله، غتحيدي ورقه موسى ورقه سيدنا موسى
او غادي تطحني ليا مع راساتك دوك هذيك الفلفله مع البصله مع الثومه مع مطيشه، طحنيها بجلوفها صافي كتعطي هذا اللون هذا. هنا راه ما غنزيد فيها لا تحميره لا والو، غادي تشوفوا اللون كي غيولي في التالي غيولي غزال. هنا غادي نزيد فيها مطيشه ديال الحك، شفتوا شفتوا اللون ديالها ما فيها لا تحميره لا والو نهائيا، وديجا راه ماشي كانت جاريه بزاف. المهم غادي تزيد تختار، ما حدا هي كطيب وهي كتعطي اللون وهي كتعطي اللون وكتقصح. درت فيها جوج معلقات تقريبا ديال مطيشه الحك، درت فيها الملحه البزار والكمون. تقدري ديري الهريسه، تقدري شويش البزار، انا الهريسه ما كانتش عندي ما درتهاش، ملي كتعجبني بالهريسه. وتما تقريبا شي نص كاس حتى الكاس الا ربع ديال الزيت البلديه، ضروري ما ديروا فيها البنات هكذا زيت البلديه وتحطوها طيب على مهل، ما ديروا فيها لا تحميره هذيك الفلفله الحمراء زعما التحميره بلاش، راه ما حدا كطيب وهي كتعطي اللون. هاد القريعات راني غسلتهم وعقمتهم، ضروري من التعقيم البنات باش تبقى عندكم هاد لاصوص طوماط كتبقى عندكم حتى 15 يوم في الثلاجه. المهم هنا راني ما غطيتهاش، واخا غنبين لكم انني غطيتها ولكن خليتها كتبرد، كنت زربانه خصني نوريكم. شوفوا كي جات عقده اللون ديالها غزال، راه عرفتي راه جات خضره خضره خضره. نتمنى تجربوها بالصحه والراحه. فيديو جاي ان شاء الله.